يعني في اليوم 61 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظات قطاع غزة، لا نزال يعني لا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من محافظات القطاع، لكن سنبدأ هذه المرة من مسرح لعمليات الجيش الإسرائيلي مدينة غزة. كان هناك خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية والتي استهدفت أحياء سكنية ومنازل للمواطنين في مدينة غزة، والتي كان آخرها قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منزلا لعائلة طبازة في مخيم الشاطئ، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد طفلين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، فضلا عن تدمير المنزل ومنازل مجاورة لهذا المنزل. أيضا كان هناك استهداف منزل آخر في محيط مفترق ضبيط في وسط مدينة غزة، وأسفرت هذه الغارة عن سقوط 3 شهداء وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، فضلا أيضا عن التدمير الكبير في المنزل والأماكن المحيطة بهذا المنزل. أيضا كان هناك سلسلة من الغارات استهدفت أحياء سكنية، وخاصة أيضا في معسكر الشاطئ عندما أغار الطيران الحرب الإسرائيلي على منطقة بالقرب من منطقة السوسي في مخيم الشاطئ على حي سكني، وأدى ذلك إلى يعني تدمير مربع سكني في تلك المنطقة، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في تلك المنطقة. أيضا كان هناك غارات إسرائيلية استهدفت حي التفاح، حي الزيتون، وأيضا في وسط مدينة غزة، وأسفرت مجمل هذه الغارات وفق المكتب الإعلامي الحكومي عن استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50 آخرين، فضلا عن وجود 14 مفقودا في تلك الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة. وبالتالي هناك مدينة غزة يعني كانت مسرح لعمليات الجيش الإسرائيلي جراء تواصل لتلك الغارات الجوية الإسرائيلية والتي استهدفت منازل المواطنين. فبالتالي مدينة غزة خلال الساعات 24 ساعة الماضية هناك قرابة 60 شهيدا وإصابة العشرات بجراح مختلفة جراء تواصل للغارات الجوية، لكن مشافي مدينة غزة غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة سواء من الشهداء أو من المصابين، لعدم توفر أبسط الرعاية الصحية، عدم توفر الأطقم المتخصصة، عدم وجود الأدوية والمستهلكات الطبية. فبالتالي جميع مشافي مدينة غزة خارجة عن الخدمة نتيجة عدم توفر أبسط الرعاية الصحية فيها. هناك تكدس كبير للمرضى وللجرحى، لكن دون أبسط يعني الرعاية الصحية لهم. لو انتقلنا أيضا إلى وسط قطاع غزة، هنا الهدوء الحذر يسود وسط القطاع حتى هذه الساعة، ولم نسجل أي غارة إسرائيلية على وسط القطاع، ونسمع فقط للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في سماء وسط قطاع غزة. استمرار التحليق لهذه الطائرات ينذر باستمرار للغارات الجوية على وسط قطاع غزة المكتظ بأكثر من 1,100,000 نازح ونازحة يعيشون في ظروف صعبة وقاهرة جدا لعدم توفر أدنى وأبسط مقومات الحياة في مراكز الإيواء. أيضا لو انتقلنا إلى مدينة رفح، وهي الأخرى يعني لتواصل العملية العسكرية في مدينة رفح واستمرار لسماع دوي الانفجارات الناتجة عن الغارات الجوية الإسرائيلية وعن القصف المدفعي المتواصل على مناطق متفرقة وعن نسف الجيش الإسرائيلي لعدد من المنازل في أحياء مختلفة من مدينة رفح، وهذا أسفر عن سقوط لعدد من الشهداء والجرحى، لكن لا أحد يستطيع الوصول إلى الشوارع وإلى الميادين في مدينة رفح يعني كون هذه المدينة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وبعد احتلال أو بعد التوغل داخل مدينة رفح في وسط رفح وفي شرق رفح وفي جنوب مدينة رفح، الآن يحاول الجيش الإسرائيلي السيطرة على المنطقة الغربية والشمالية من المدينة بالتوغل وتقدمه باتجاه المناطق الغربية وباتجاه
مواصي مدينة رفح الجمعة الماضية، كانت هناك تقدم لآلية الجيش الإسرائيلي عندما قامت باعتلاء يعني أحد التلال في تلك المناطق في مواصي خان يونس وإطلاق قذيفة باتجاه المواصي في مدينة رفح، وهي آخر نقطة للناس في تلك المنطقة وللنازحين. وأسفر هذا القصف عن سقوط 25 شهيدا وإصابة 50 آخرين بجراح مختلفة. الجيش الإسرائيلي يبدو أنه يريد أيضا الوصول إلى آخر نقطة في مدينة رفح والوصول إلى شارع الرشيد غرب مدينة رفح لإكمال السيطرة على مدينة رفح. فبالتالي الأمور في مدينة رفح ما زالت أيضا تشهد تصعيدا خطيرا جراء أيضا تقدم لآليات الجيش الإسرائيلي باتجاه غرب مدينة رفح ومواصي مدينة رفح لإكمال السيطرة على هذه المدينة. هناك نزوح، موجة نزوح كبيرة من مدينة رفح باتجاه مواصي خان يونس وباتجاه أيضا وسط قطاع غزة في ظل ظروف صعبة وقاسية جدا نتيجة ارتفاع لدرجات الحرارة.